بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن البروجيكشن، وهنتكلم شوية عن الكيرسر اوبجكت والميثودز اللي بستخدمها على الكيرسر اوبجكت. اول حاجة هنتكلم عن البروجيكشن. ايه هو البروجيكشن؟ بروجيكشن ان انا برجع الداتا او الدوكيمنتس من كوليكشن بعينه. انا مش محتاج كل الفيلدز بتاعت الدوكيمنت، انا محتاج فيلدز بعينها من الدوكيمنتس بس هي اللي ترجع. تعالوا نشوف بنعمل الكلام ده ازاي. اول حاجة هعملها هقوم المونجو سيرفر، بعد كده هفتح المونجو جافا سكريبت شيل عشان اكومينيكيت مع المونجو سيرفر. بعد كده هبدا استخدم الداتابيز اللي اسمها كومباني بالشكل ده، وبعد كده اشوف الكوليكشنز اللي جواها. هبدا استخدم الكوليكشن اللي اسمه امبلوي كده، اشوف امبلويز، هشوف الداتا اللي جواه. فايند بالشكل ده، فدي الداتا اللي موجودة عندي. كل اوبجكت بيكون فيه مجموعة من الفيلدز، وانا برجع الداتا كل الفيلدز بتاعت كل الاوبجكتس بترجع. انا مش عايز الشكل ده، انا عايز بس ارجع الفيرست نيم، مش عايز اللاست نيم وتاريخ الميلاد والتاسكس والكونتاكتس والكلام ده. فبعمل الكلام ده ازاي؟ بستخدم البروجكشن. والبروجكشن ده بيكون هو عبارة عن السكند انبوت للميثود اللي اسمها find. اول input ده الكويري لو انا عايز document بعينه، لو عايز مثلا رجع لي الفيرست نيم بتاعه احمد، فالكلام ده بنحطه هنا في الفيرست input. second input بستخدمه عشان البروجكشن. انا هنا عايز اقول انا عايز بس ارجع الفيرست نيم من documents، فبكتب اسم الفيلد فيرست نيم واقول هنا true. مجرد ما انا بعمل كده اللي بيتم ان هو بيخلي كل الفيلدز التانية بفولس، وبيخلي بس الفيرست نيم هو اللي بترو. يعني هرجع الفيرست نيم بس والاي دي، انا هرجع الفيرست نيم بس والاي دي. طيب لو انا عايز كمان اللاست نيم، فباجي هنا اقول اللاست نيم يبقى بترو كده، هرجع الفيرست نيم واللاست نيم والاي دي. طيب لو انا جيت عملت هنا كده last name بفولس، هيطلع لي ايرور. ليه هيطلع لي ايرور؟ هيقول لي ان انت كده كده لما بتحط اول واحد بترو فكله بيبقى بفولس، ما ينفعش ان انا يبقى عندي فيلد بترو وفيلد تاني بفولس. ده بيحصل بس مع لو انا عايز بس ان الاي دي هو اللي ما يظهرش، فبديله هنا الاي دي يبقى بالشكل ده، فده اللي هيظهر لي كده. طيب افرض في دوكيمنت، احنا اتفقنا ان ان النو سيكوال والمونجو سكيما ليس. افرض عندي دوكيمنت مفيش فيه فيرست نيم، فبيطلع لي دوكيمنت فاضي. فتعالوا كده، يعني في هنا عندي فيلد اسمه رومز، رومز هخليه بترو، واخلي هنا الفيرست نيم يبقى بترو. فانا هنا دلوقتي ده كده فيش فيهم رومز وطالعين. طب افرض انا ما كنتش قلت له هنا الفيرست نيم بالشكل ده، فكده دلوقتي دول طالعين فاضيين عشان ما فيش فيهم رومز. فكده دلوقتي ده بكل بساطه هو البروجكشن. البروجكشن ان انا مجرد هو ده سكند ارجيومنت للميثود اللي اسمها فايند، بقول اسم الفيلد اللي انا عايزه يرجع وبخليه بترو. ما ينفعش اقول فيلد تاني واخليه بفولس، يبقى هنا هيطلع لي ايرور اللي هو بتاع الميكس زي ما شفناه. انا عايز الفيرست نيم، هيطلع لي هنا الايرور بروجكشن كان هاف ميكس، لان انت باي ديفولت اول ما بتقول لحد ترو فالباقي كله بيبقى بفولس الا الاي دي. فكده دلوقتي هو ده البروجكشن. تعالوا نتكلم في موضوع تاني هو الكيرسر والكيرسر ميثود. مجرد ايه هو الكيرسر اوبجكت؟ انا مجرد ما بقول employees dot find اللي بيرجع من الميثود دي، من تنفيذ الميثود دي بيكون كيرسر بالشكل ده. يعني اللي راجع لي ده بيرجع الميثود ده بيكون كيرسر، وباي ديفولت الكيرسر ده بيرجع كل مرة 20 اوبجكت. يعني تعالوا كده نجرب. احنا اتفقنا ان المونجو سيرفر، ان المونجو شيل دي عبارة عن جافا سكريبت اوبجكت، فانا ممكن اكتب فيها جافا سكريبت عادي. فانا هكتب هنا فور لوب var ان الاي مثلا ب 50، واقول ان الاي اقل من
الاي ب50 واقل من او يساوي الاي ب0 واقل من او يساوي 50 والاي بلس بلس، وبعد كده انتر. الثلاث نقط دول معناها ان الكويري لسه الكود لسه ما خلص، وان انا هكتب على اكتر من لاين. هقول هنا ان دي بي مثلا هكريت كولكشن اسميه اركايف 1 كده، هانسرت جواه سيرت جواه مثلا وليكن نمبر باي، تمام. المفروض ان انا لما هنفذ الكلام ده هيروح يخزن 50 دوكيمنت، كل دوكيمنت فيه نمبر واخد الاي. فبالشكل ده تعال نشوف دي بي دوت اركايف 1 دوت فايند، فكده رجع لي مع ان الكوليكشن ده فيه 50 انبوت، هو رجع لي اول 20 بس منهم، هو بادئ من زيرو رجع لي اول 20 بس. طيب لو عايز ال 20 اللي بعديه تكتب بس ات لاتريت، فيروح يجيب ال 20 اللي بعديهم، اكتب كمان ات يروح يجيب. يعني الكيرسر ده بيرجع كل مره ماكسيمم بتاعه 20، وعشان تجيب الباقي تضغط ات بالشكل ده. طيب يبقى ده كده دلوقتي شكل الكيرسر اوبجكت. الكيرسر اوبجكت ده بيكون ليه مجموعه من الميثودز. تعال نشوف اول ميثود معانا وهي الكاونت، فكده ده بيجيب لنا عدد الدوكيمنتس اللي موجوده جواه 51 بالشكل ده. طيب ايه تاني ممكن ميثودز استخدمها مع الكيرسر؟ هتلاقي فيه هنا ميثود دوت فايند، تلاقي هنا في حاجه اسمها سورت. لو انت عايز ترتب، عايز ارتب بناء على الفيلد اللي اسمه نمبر تديله واحد، ده معناه ان هو هيرتب تصاعدي. هلاقي كده الداتا مترتبه تصاعدي بالشكل ده. طب لو عايز ارتبهم تنازلي يبقى اسم الكولوم وبعد كده سالب واحد مع الميثود اللي اسمها سورت، فده بيرتبهم بالشكل ده تنازلي. طيب عندي ميثودز ايه تانية؟ وطبعا كل ما بنفذ ميثود مع على الكيرسر اوبجكت بترجع لي كيرسر اوبجكت عشان الميثود تشينج. فانا كده دلوقتي اللي بيرجع من الفايند ده بيكون كيرسر اوبجكت، واللي بيرجع من السورت ده بيكون كيرسر اوبجكت. فهلاقي هنا معايا ميثود تانية ان انا عايز مثلا اسكيب اول خمسة من الريزلت اللي راجعين، فهو هيسكيب اول خمسة وبعد كده يجيب اللي بعدهم، فكده يبدأ من 45 بدل ما كان جايب 50 بيسكيب. طيب لو انا عايز اعمل ليميت، عايز بس ارجع 5، هيجيب لي كده 45، هو عمل سكيب لاول 5 وبعد كده جاب لي ليميت ل5 بس. فده الموضوع بتاع الكيرسر والكيرسر اوبجكت والكيرسر ميثودز. الفايند بترجع لي كيرسر اوبجكت، كيرسر اوبجكت اللي مجموعه من الميثودز. اول ميثود شفناها السورت وبتاخد هنا اسم الفيلد وبعد كده واحد او سالب واحد على حسب انت عايز ترتب تصاعدي ولا تنازلي. بعد كده اي ميثود بترجع كيرسر اوبجكت عشان الميثود تشينج. فهنا عندي سكيب بعد كده بديه رقم، وبعد كده عندي ليميت لو انت عايز تسكيب اول خمسة مثلا، لو انت عايز تجيب الليميت عشان تجيب بس الريزلت اللي يرجع يبقى 5 بس. ده كان موضوع البروجكشن وموضوع الكيرسر اوبجكت والكيرسر ميثود.